ديت. وسط تغيير وخوف من مجهول، هو ده المكان اللي هتفضل دايما ترجع له، المكان اللي بتلاقي فيه نفسك، اللي اكتشفت فيه شغفك ومواهبك وطلع منه حلمك، المكان اللي خرج فيه الشيف اللي جواك واللي فيه أعز الناس على قلبك، المكان اللي بتصالح فيه نفسك ويمكن الوحيد اللي على مقاسك وشكلك. بيتك، بيتك هو ذكرياتك، فرحتك، وبداية ونهاية كل يوم في حياتك. حياتنا مسيرها ترجع زي الأول، لكن النهاردة فرصة مش بعيد تاني تتكرر. بص حواليك وحاول تفكر.